السلام عليكم، الله يسعد أوقاتكم بكل خير، حياكم الله. هذه بعض المعلومات عن مدينة أبها. لا يخفى عليكم أن مدينة أبها تقع في جنوب المملكة العربية السعودية وتتبع إداريا لمنطقة عسير، لكن هذه معلومات معروفة. المعلومات اللي هي غير معروفة، ربما أفضل وقت لزيارة مدينة أبها هي في الشهر الخامس، السادس، السابع الميلادي، شهر مايو وشهر يونيو وشهر يوليو. هذه درجات الحرارة فيها تكون معتدلة، فهذا أفضل وقت لزيارة أبها. بالنسبة لطرق الوصول إلى أبها، في كثير من الإخوان متخوفين من الطريق، أن الطريق وعير، الطريق كذا. أنا بالنسبة لي طبعا هو في ثلاث طرق، لكن طريق الذهاب الأفضل أنك تسلك الطريق الساحلي اللي هو طريق جدة، الليث، القنفذة، ثم عاد لما تدخل إلى عقبة ضلع. الطريق الثاني اللي هو طريق الباحة أو طريق الطائف، اللي يمر من الباحة قبل الطائف، الباحة ثم الطائف. هذا أنا أعتبره طريق الرجعة الأفضل من واحد. كنا نتكلم عن طرق الوصول إلى أبها، وذكرت أنه في ثلاث طرق. الطريق الأول طريق الساحلي، طريق جدة. الطريق الثاني اللي هو طريق جبلي، يعتبر طريق جبلي، اللي هو طريق الطائف الباحة، فهذا الطريق الثاني. الطريق الثالث وهو طريق وادي بيشة تقريبا، وهذا الطريق يعني أنا أعتبره سيء، لأنه أنا مريت منه، يعني ذهبت منه. فأنا من وجهة نظري إذا أردت الوصول إلى أبها تعال من الطريق الساحلي، أما الإياب تعال من طريق الطائف الباحة، لأنك حتمر بمناظر جميلة. طريق وادي بيشة ما يميزه أنه إيش، طريق ذهاب وإياب، يعني أغلبه طريق ذهاب وإياب، طريق واحد. فلذلك أنا أفضل مثلا طريق الرجعة يكون من طريق الباحة والطائف، لأنه كل هذه المدينتين كل ما شاء الله مدن يعني جميلة جدا، فتحتاج أيضا أنك في الذهاب في الإياب أنك تمر عليها، ويعني تلقي نظرة على جمال هاتين المدينتين. بالنسبة للإقامة في أبها، لا يخفى عليكم أنه في أوقات المواسم وأوقات الذروة غالبا حيكون في ارتفاع بالأسعار للفنادق، الإقامة بالفنادق تتراوح الإقامة ما بين يمكن 250-350، بعض الفنادق تصل إلى 1000 ريال لليلة، تخيلوا، مع أن تصنيفها في بوكينج تصنيف يعني يمكن يكاد شبه يكون سيء. أنا بحثت الآن في بوكينج فوجدت يعني فندقين فقط تقييمها فوق 9، يعني تقييمها ممتاز. لعلي أضعها لكم من باب النصيحة، إذا أردت زيارة أبها ممكن أنك تمر على هذه الفنادق، ويعني أسعارهم تكون طيبة. رجعنا لكم مرة ثانية، هذه المرة من البيت، الحمد لله وصلنا إلى البيت. انتهينا من موضوع الفنادق، الآن ندخل على الأماكن اللي نزورها في أبها. وين نروح؟ الإطلالات، المنتزهات، الحدائق، المماشي. فما شاء الله المنطقة يعني نوعا ما شبه مخدومة. فعندنا من جهة الحدائق عندنا عدة حدائق، منها حديقة الأندلس، منها أيضا حديقة سما أبها، عندنا حديقة إيش في عندنا كمان، المشهد، ما شاء الله ينعمي موجود ويساعدنا الله يجزاه خير. بحط لكم الأسماء الآن، شوفوها واستفيدونا، صوروها يعني للاستفادة. حياكم الله، رجعنا لكم مرة ثانية. في بعض الإخوة طلب مني أيضا أسماء المطاعم، فلذلك وضعت لكم أسماء 10 مطاعم حتشوفوها الآن، صوروا الشاشة حتى تحفظوها. من المطاعم المعروفة عندنا في المدينة المنورة اللي موجود لها فروع هنا، اللي هو مطعم حاشي باشا. حاشي باشا عندنا فروع منه في المدينة المنورة ويعتبر جيد وتصنيفه أيضا جيد. عندنا هنا مطعم البيك، للأسف كشك صغير ما يبيع إلا مسحب، فجدا متواضع. بقية المطاعم موجودة عندكم، في مطاعم ما شاء الله تصنيفها عالي، وفي مطاعم غير هذه المطاعم، لكن هذه اللي اخترتها، وبالتوفيق لنا ولكم وبالعافية مقدما. السلام عليكم.